اوكي، السلام عليكم، معكم كابتن محمد عباس. حاجه مره مهمه، هو حتكلم بالعربي وبالانجليزي مش استعراضا، يعني احنا بنتكلم لغتين، مثلا لغتين ونص، في ناس بتتكلم 60 لغه، لكن عشان اللي ما يفهم بالعربي يفهم بالانجليزي والعكس. في احيانا برضو الاطفال، هذه مره مهمه للاطفال، الطفل ممكن ما يفهم كلمه بالعربي يفهمها بالانجليزي او العكس. So very important، لما تسال واحد عن طولك الحقيقي، طولك الحقيقي حيقول لك انا لين هنا طولي 180 سم مثلا or whatever. غلط. عرضك الحقيقي من هنا لهنا عرضك، صح؟ لما تروح عند الخياط. غلط. اوكي؟ This is not your real width. This is not your real height. Your real height، هذا الشيء اللي احنا نبغى نعلمه الاطفال، نزرعه في عقلهم وهم صغار. يدي فوق، يدي فوق، يدي فوق، يدي فوق، على اخر اكواع مستقيمه، هذا الريال هايت. This is my real height. هذا طولي الحقيقي. لو ابغى ازيد كمان طول، حرفع اكعب رجلي 2 فوق الارض، هذا هو طولي. This is my reach. This is my real height. هذا عرض الحقيقي. لما اسوي كده كاني قاعد ادف جدران بعيده عن بعض. It's like I'm pushing away walls. I extend everything as wide as possible. Shoulders wide, chest open, back straight. This is my real width. This is هذا طولي الحقيقي وهذا عرض الحقيقي. تمرين مره سهل بسويه للاطفال، حتى للكبار انا بسويه معاهم دائما كل يوم تقريبا، يعني مش كل يوم، يوم بعد يوم حسب اللي. اوكي، انا هنا حرفع فوق 1 وارفع كعب رجلي فوق، اكواعي مستقيمه، ظهري مستقيم، وانزل 2 واطلع وانزل 3 اطلع وانزل 4 قاعد اشغل الابر باري الاكتاف وقاعد اشغل بطاط رجولي 5 واطلع وانزل 6 اطلع وانزل ماجيك نمبر 7 انا احب رقم 7 وانزل 7 او 10 وبعد كده اطلع عادي لايك ذس هولد ات. هذا عرضي الحقيقي، هذا طولي الحقيقي، هذا ارتفاعي، هذا طولي اند داون. حتى هي موجوده في اللغه حقتنا، لما الواحد يقول لك تقدر تطول هذا، لما الحين تكون فوق رف تقدر تطول هذا، لو قدرت تمسكه توصل له وتشيله، المعنى انت طولته. ايش المعنى؟ المعنى هذا هو طولي، مش هذا اللي على الورق مكتوب. هذه المبادئ جدا مهمة نزرعها في عقلية الطفل لما نحن ندرب كمدربين دفاع عن النفس، لأن الدفاع عن النفس مش بس قتال و... وأضرب ونضرب، نو نو نو، it's a way of living. لازم نعلمه هذه المبادئ، إنه أنت هذا طولك الحقيقي وهذا عرضك. You are this big. You are this strong. أنت أطول وأعرض وأكبر وأقوى مما تظن. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.